شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. أول أمر إذا أردت أن تطلب العلم، أول شيء يجب أن تنتبه له هو أنه يجب عليك أن تبادر، فإن آفة العلم في الحقيقة هي التسويف. ما أصاب طلبة العلم أحد أو على سبيل الإجمال آفة كآفة التسويف. إذا أراد أن يحفظ شيئا قال اليوم أنا مشغول لنجعله في الغد، فإذا جاء الغد أرجأه إلى الأسبوع القابل ثم الشهر القابل ثم السنة التي بعدها، فإذا بالمرء قد شغل بأهله وولده وعمله ووظيفته وغير ذلك من مشاغل الدنيا. العلم لا بد أن تتعلم وتباشر في التعليم، ولا تؤجله ولا تسوفه ولا تتآنى فيه ولا تتأخر. لا بد أن تبادر بالعلم، لأن هذا العلم الذي تحصله اليوم لن تحصله غدا، ثق هذه معلومة. لربما كان نفس الكتاب معك الآن لكن تقرأه اليوم وتقرأه غدا، كان تحصيلك له اليوم يختلف عن تحصيلك له في الغد. إذن يجب عليك المبادرة. وأعظم آفة تقع لطلاب العلم أو لعموم من رغب في العلم ابتداء إنما هي بسبب التسويف. التسويف، إذن انتبه لمسألة التسويف وبادر في تحصيل العلم.